وصفتنا لليوم هي وصفة اللحمة مع الخضار بطريقة صحية. منبلش شرائح من الفليفلة الخضرة الحمراء الصفرة. منكفي مع القرنبيط، لازم يكون مسلوق نص سلقة. عنقود صغير من البصل الأخضر. رح كفي أنا وياكم بملعقة ونص من زيت الزيتون تنحمر اللحمة. ملعقة زبدة. منحط اللحمة تبعونا. وهلا منحط شقفة الزبدة الثانية. بنفس الخواص اللي بقي بنفس المقلاية رح نحضر الصلصة البنية. نص ملعقة صغيرة من لحم البقر، ربع ملعقة من المطيبات، منزيد المي، ربع ملعقة من صلصة التوت. وهلا بدنا نحضر الخضرة تبع اللحمة. زيت زيتون، ثلاث ألوان شيري توميتو، الفليفلة الخضرة، ثلاث حبات قرنبيط مسلوق، البصل الأخضر. وهلا منملح ومنبهر، ناقص رشة الأوريجانو. جوز على الوجه وربع صلصة الكريمة. Mmm.